بيكم في قناتنا. النهاردة هنصور مع بعض اكسسوار الطلب كتير. هو عبارة عن حاجة بتتلبس على الفساتين الصغيرين، بتغير من شكلها، بيبقى جزء ملفوف حوالين الرقبة، وعبارة عن بقية شرايط لولي او فروع لولي نازلة على الكتاف والصدر من قدام. هنعمل موديل من موديلات ديت. هنحتاج النهاردة لولي مقاس 8، وهنستخدم معاه خيط سنارة مقاس 60، وطبعا المقص بتاعنا، وهنحتاج سلسلة هي دي بالمتر، احنا هناخد منها زي ما احنا عايزين، والقفل المعدن بتاعنا ديت. طبعا السلسلة انت هتجيبيها على حسب ذوقك، عايزاها فضي، عايزاها اكسدية، عايزاها سودة، وطبعا هيبقى ماشي معاها القفل بتاعها، هاتي نفس اللون. وبعدين الموديل اللي في الصورة مشتغل بمقاسين خيط، الأساسي هو الخيط سوري مقاسين خرز، الأساسي هو الخرز مقاس 8، وحاطط فرعين على الكتف مقاس 10. أنا هستخدمها كلها مقاس 8، حابة تستخدمي مقاس 8 كله ماشي، حابة تستخدمي كله مقاس 10 ماشي، حابة تستخدمي 8 و10 ماشي، بس هي هتبقى أشيك بالمقاس الصغير. نبتدي مع بعض ونشوف. اول حاجة احنا هنبتدي بالغرزة الرباعية العادية بتاعتنا، طبعا احنا عارفينها، هناخد فكرة عنها بسرعة كده. هنحط 4 خرزات في طرف من طروف الخيط، هذه الخرزة الرابعة، وهنقفل بطرف الخيط التاني في الخرزة الرابعة علشان نكون اول غرزة رباعية. عشان نطلع بالغرزة الرباعية التانية بنحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وبنقفل بخرزة في النص طرفين الخيط، وبكده بنكون عملنا الغرزة الرباعية التانية بالشكل ده. طيب الجزء الاولاني بتاعنا هو الجزء اللي بيلف حوالين الرقبة، وديت بيكون عبارة عن غرزة رباعية بطول انت اللي بتحدديه على حسب اللي انت عايزاه، وبنطلع عليه كذا سطر. طيب انا هحدد بناء على ايه؟ انا الطول بتاعه انا هحدد بناء على المزوره بتاعتي. انا هاجي اجيب المزوره بتاعتي وهلفها حوالين رقبتي، وهشوف انا عايزه اعمل كام سنتي على حسب، كاني بعمل لياقه قميص بالظبط، كاني بحدد لياقه قميص. هشوف هي قفلت على كام، وهقلل منها 5 سنتي عشان اركب فيهم، او 8 سنتي، من 5 ل 8 سنتي عشان اركب فيهم السلسلة. تمام. لو عندي مانيكان هقيس على المانيكان، انا طبعا عندي مانيكان بس انا هقيس على نفسي. فانا مثلا طلع عندي 35، طلع عندي 36، فانا هشتغل هنقص من 36 دولت، هنقص منهم مثلا 6 سنتي، هشتغل غرزة رباعية بالشكل ديت بطول 30 سنتي، ونرجع تاني. انا كده اشتغلت خلاص اهو الطول اللي انا عايزاه. طبعا مش هقدر اقول لكم عدد غرز لان انت هتشتغلي على حسب المقاس اللي طلع لك. لو ما عندكيش مازوره هتقيسي بفتله، وتاخدي الفتله تقيسيها على مسطره عندك عشان تعرفي الطول اللي انت هتشتغلي عليه قد ايه، وقلنا هنقص عليه من 5 ل 8 سنتي. انا هنا اشتغلت اهو، فاضل لي بس غرزه واحده قلت اشتغلها معاكم عشان هنطلع بيها للسطر التاني. احنا خلصنا، عشان اطلع السطر الجديد هحط 3 خرزات في طرف الخيط، في نفس طرف الخيط، وادخل اقفل بالطرف التاني علشان الخيط بتاعي يبقى طالع من فوق علشان هبتدي سطر جديد. هبتدي السطر الجديد بان انا احط 3 خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين. كده انا طلعت السطر التاني بتاعي، والطرف اليمين هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت، وهكمل
لحد اخر السطر بتاعي واعمل دور تاني، يعني المفروض يبقى متعمل من ده دورين تانيين، الدور اللي انا ابتديته ودور تالت، يعني الاجمالي بتاعهم 3 ادوار. القطعة بتاعتي خلاص اشتغلت 3 ادوار زي ما اتفقنا. انا قلت ان انا هعملها على المقاس اللي يناسبني، فانا عملتها 30 سنتي. هعد معاكم اشتغلنا كام عشان لو حد عايز يشتغل بنفس المقاسات ونفس العدد. عملت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. اشتغلت 26 غرزة رباعية في 3 صفوف، 1 2 3. يبقى انا القطعة دي طولها 30 سنتي، عبارة عن 26 غرزة رباعية في 3. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان دي بتتلف كده حوالين الرقبة، بيبقى فيه جزء سلسلة من هنا وجزء سلسلة من هنا، تمام؟ تبقى بالشكل ده. طيب في جزء نازل على الكتاف، فانا لازم احدده، لازم احدد مكانه واحدد طوله. فعشان احدد طوله برضو هاخد المازورة بتاعتي واحطها من عند تحت رقبتي كده، من عند اخر الرقبة اللي هي الحتة اللي فوق الكتف لحد تحت عظمة، لحد عظمة الكتف. انا بالنسبة لي عملت كده فطلع 17 سنتي، تمام؟ هنعمل قطعة 17 سنتي. فالمفروض ان انا بحط القطعة دي على رقبتي وبحدد المكان اللي انا عايزة فيه الجزء دايت. فانا مثلا هقول ان انا هحطها من هنا في 1 2 3 4 5 6، هسيب 6 غرز وهشبك الخيط بتاعي اهو. هنسيب 6 غرز، 1 2 3 4 5 6، وهنشبك الخيط بتاعنا في الغرزة السابعة او الخرزة السابعة، وهنشتغل غرزة ثلاثية سأسفة غرزة رباعية بطول 17 سنتي. ادي انا معايا طرفين الخيط طالعين من خرزة، يبقى انا محتاجة 3 خرزات. هحط خرزة في الطرف اليمين وخرزة في الطرف الشمال، وهقفل بخرزة في النص بالشكل ديت. انا بقى هشتغل دور طويل كده طوله 17 سنتي. كده انا خلصت الجزء ده اهو، اشتغلت 17 سنتي، 6 من هنا 6، شبكت الخيط بتاعي في الخرزة او الغرزة السابعة، واشتغلت غرزة رباعية بطول 17 سنتي. طلعوا معايا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، طلعت 15 غرزة رباعية. هعمل نفس الحكاية الناحية التانية، هسيب 6 واشبك خيطي في الخرزة السابعة واعمل نفس الجزء ده، هعمله الناحية التانية. كده انا خلصت اهو الجزئين، طبعا ده هيبان لما يتني كده، ده هيبقوا رايح على الكتف بالشكل ديت، هيبان اكتر لما نبقى نصوره على المانيكان ان شاء الله، تمام؟ طيب وبعدين هقف هنا عند دي وهاشبك الخيط بتاعي سواء دي او دي، بالشكل ده اي واحدة فيهم. احنا هنشتغل في الاتنين طبعا، وهشتغل مثلا في حدود 6 غرز رباعية او 7 غرز رباعية بالشكل ديت اهو. انا اشتغلت 8 غرز، يبقى احنا اشتغلنا الجزء ده وبعد كده نزلنا بالجزء ده وبعد كده اشتغلنا الجزء ده، 8 غرز. شبكت خيطي هنا وطلعت 8 غرز رباعي. هفنش الخيط وبعدين هشتغل جزء نفس المكان هنا الناحية التانية 8 غرز، وهنا هعمل نفس الحكاية، هشتغل هنا هثبت خيطي في الخرزة دي الأولانية دي
واشتغل فيها 8 غرز من الاتجاه ده، وبعدين اشبك خيطي في الناحية دي في الخرزة دي واشتغل فيها 8 غرز الاتجاه ديت. احنا خلصنا الجزئين، عملنا الشكل ده اهو والناحية التانية زيها. هنعدل الشغل بتاعنا وهنيجي هنا هنسيب من اول الخرزة، يعني من اول احنا هو احنا واقفين هنا هنسيب الخرزة دي، احنا اشتغلنا في الخرزة دي، احنا هنسيب دي اللي وراها وهنعد 3 1 2 3، هنشبك خيطنا في الخرزة التالتة دي من بعد دي، يعني هنعد من بعد السطر ده هنعد 1 2 3 4، هنشبك خيطنا في الخرزة الرابعة، هنشبك خيط مكوز يعني هندخل طرف الخيط اليمين والشمال في الخرزة ونقفلهم على بعض كده ونسويهم، وهندخل فيهم خرز، هنقعد ندخل خرز. انا هرجع لكم اقول لكم انا دخلت قد ايه، اهم حاجة بس ان احنا هندخل في الخيط المكوز بتاعنا، يعني اهو ادي طرفين الخيط بتوعنا بالشكل ديت، احنا هنضمهم على بعض وهندخل فيهم الخرزة بتاعتنا، هندخل لحد ما نوصل كده بالشكل ديت. انا هكمل وهرجع لكم تاني. هو في الموديل الاصلي لما انا سرشت عليه لقيت ان هو عامل مقاسات للجزء ديت، هو عامل ان المفروض ان الجزء ديت يكون طوله 20 سنتي من اول هنا، فانا هنقيس مع بعض، انا زودت شويه عن 20 سنتي، يعني المفروض من اول هنا لحد السن بتاع ديت يكون 20 سنتي، انا لقيت ان هي 22 بالنسبه لي افضل فزودت 22. طبعا انت هتقعدي تشتغلي لحد ما توصلي ان يبقى عندك 22 سنتي او 20 سنتي زي ما تحبي. طيب احنا ليه اشتغلنا الخيط على دبل؟ علشان يبقى هنا قافل، طبعا هشد كده عشان يقفل هنا، واشتغلت الخيط مكوز علشان لما اجي اقفل الناحية التانية يبقى سهل بالنسبة لي ان انا اربط الخيط بتاعي من غير ما احتاج اي مساعدة او يبقى في مشكلة في ربط الخيط. طيب انا هنا من بعد الصف ده عديت 1 2 3 4 وشبكت في الخمسة، او من بعدها انا عديت 1 2 3 وشبكت في الرابعة، هعمل نفس الحكاية بعد السطر ده هعد 1 2 3 واشبك في الرابعة، هاخد طرفين الخيط بتوعي واحد اتنين تلاتة هشبك هنا، هاخد طرفين الخيط بتوعي هدخل طرف كده وعقد الطرف التاني فيه، انا دخلت طرف في الخرزة دي والطرف التاني هعقد فيه بالشكل ديت، اعقد جامد بقى قوي، وبعدين هفنش الخيط بتاعي، بس ارخي الخيط بتاعي ما شدوش قوي علشان ما تبقاش مشدودة قوي، تبقى سايبة كده شوية مهدلة بالشكل ده. بعد ما هعقد هروح مفنشه خيطي، انا هفنش الخيط وارجع لكم تاني. لما خلصنا الجزء ده هنيجي عند الجزء اللي في النص، طبعا حسب مقاساتك هتظبطي انتي الشغل بتاعك، هنعمل نفس الحكايه، هنيجي عند الخرزه اللي جنب اللي احنا ثبتنا فيها اول شغلنا ديت، ونروح مدخلين خيطنا، عايز تبعدي وتخليها من هنا مفيش مشكلة، عايز تبعدي تبقى من هنا مفيش مشكلة، هنعمل نفس اللي عملناه هنتني الخيط بتاعنا الاتنين مع بعض الفردتين مع بعض، وهندخل خرز الحبل ده هيجي من تحت كده بالخرز بتاعه
وهيشبك في هنا في اول واحده من هنا، هشتغلها وارجع لكم. انا اهو اشتغلت، احنا ده المفروض كان كده، انا شبكت الخيط بتاعي في الخرزة اللي بعدها على طول واشتغلت 42 خرزة. هنرفع دي بس كده، وبعدين هاجي في ده حرف اهو كده، هاجي هنا في الخرزة دي اهي كده، ده العدل بتاعها، هاجي في الخرزة دي اللي هي دي واشبك الخيط بتاعي. احنا اشتغلنا الخيط مجوس، انا هدخل طرف واحد في الخرزة بالشكل ده، طبعا مش عايزين عقد قوي عشان ما تبقاش مشدودة ومكرمشة وشكلها مش حلو. دخلت طرف خيط واحد وهعقد بطرف الخيط التاني بالشكل ده، وهعقد عقدة تانية وافنش الخيط بتاعي، فبقى شكلها عامل كده. طبعا مش هتبان الا لما تتلبس او تتحط على مانيكان، دي بتبقى من فوق كده. هعمل نفس الحكاية الناحية التانية، هروح هنا واشتغل المقابلة دي اللي هي دي اللي بعد دي، هشتغل هحط 42 خرزة وهرجع اقفلهم في الخرزة دي زي ما عملت هنا بالظبط. بقى عندنا الشكل ده، طبعا قلنا ان هو مش هيبان الا لما يتحط على المانيكان او يتلبس، فما تقلقوش خالص من شكله. وبعدين هناخد برضو خيط وعايزين نثبت الجزء ده بقى في الجزء ده، هناخد اخر خرزة هنا، احنا ثبتنا في دي هنثبت في اختها اللي قدامها الناحية التانية كده، وهنجوز الخيط بتاعنا وهندخل برضو خرز علشان نوصله بدي بالخرزة اللي في الاخر دي اللي هي دي. فهنشوف هنثبت كام خرز. انا عملت اهو 42 خرزة، نفس اللي عملتهم هنا هما اللي عملتهم في الفرق الخيط ديت. وبعدين هاجي عند دي الخرزة اللي احنا قلنا هندخل فيها الخيط بتاعنا، هدخل طرف الخيط ديت واعقد بطرف الخيط التاني وفنش الخيط بتاعي، واعمل الكلام ده الناحية التانية. هاجي هنا اثبت خيط المجوز واشتغل 42 خرزة اشبكهم في الناحية التانية في الخرزة دي. هنا اهو بعد ما خلصت الناحية التانية هنبتدي نكمل. هنكمل بعد كده هنيجي عند هنا بقى، هنيجي هنا احنا ده الضلع الاساسي اللي احنا كنا عاملينه ده اللي هيبقى على الكتف، من بادي من تحت هنا الرقبة لحد هنا الكتف، ده مش هنشتغل فيه ده بيبقى فاضي. طيب هنيجي بقى هنا، احنا كنا سايبين هنا خرزتين هنشتغل فيهم بنفس الطريقة، هندخل الخيط بتاعنا ونجوزه وندخل عدد من الخرز هنوصله في الضلع اللي احنا عملناه اللي كان كده. هنا هندخل مثلا احنا هنا كنا عاملين كله 42، هندخل 6 او 37. انا عملت هنا 35 خرزة وهثبتهم
احنا كنا مثبتين اول واحده في الغرزه الاولى من الثمانيه، دول كانوا ثمانيه، كنا مثبتين هنا اول واحده. هنسيب بعدها واحد اتنين تلاته، هنثبت في الثالثه، هدخل بطرف خيط واحد اهي، واحد اتنين تلاته، هدخل في الثالثه من بعدها، يعني واحد اتنين تلاته اربعه، هدخل في الرابعه من بعد اول واحده، وهقفل الخيط بتاعي، اعقد الخيط بتاعي، قلنا ما نشدش قوي علشان ما تبقاش مشدودة قوي وشكلها مش مرخي بالشكل ده. طبعا قلنا ان كل ده هيبان مع اللبس، وطبعا طول الخيط، طول الخيوط بتاعتك دي او طول السلاسل دي بتتحكمي فيها زي ما انت عايزه. انا شايفه ان بالنسبه لي انا لما بقيس عليا او على الموديل، انا شايفه ان ديت الطول ده بالنسبه لي مناسب، فانا بديكوا الطول اللي انا هعمله ليا او مناسب بالنسبه لي. انت عايزه تطولي السلاسل بتاعتك اكتر من كده مفيش مشكله، مش هيحصل اي حاجه، انا بشرح لك مجرد فكر. بعد ما خلصنا هنا هنعمل نفس الحكايه، احنا قلنا هنا اشتغلنا 35، هنيجي الناحيه الثانيه، هنيجي هنا هنا في الخرزه دي، احنا هنا سيبنا من عند دي ايه، واحد اتنين، واشتغلنا هنا اهي، احنا سيبنا هنا، هنشتغل هنا تمام، هنشتغل 35 وهنثبتهم برضو في نفس المكان بتاعنا. هنيجي احنا ثبتنا هنا، هنيجي نثبت هنا، هنعد زي دي، سيبنا واحد اتنين تلاتة ودخلنا في الرابعة، هنيجي هنا هنسيب واحد اتنين تلاتة وندخل في الرابعة نثبت اهو، هشبك في اللي قبل دي، هدخل الخيط بتاعي واجوزه وادخل فيه الخرز، هدخل 35 خرزاية، وهاجي عند هنا الضلع ده، هعد واحد اتنين تلاتة وهدخل في الرابع واقفل كده. احنا خلصنا خلاص. طبعا في الموديل الاصلي برضو هو شغال على الخرزة اللي في النص دي كمان، ودي عامل هنا وموصلهم لهنا، انتوا فهمتوا الفكرة هنا، فدي هتبقى اقل، يعني دي كانت 42، دي 35، اللي بعدها هتبقى اقل، ممكن نعملها 30، وهتشبكيها في الخرزة دي وبعدين توصليها لحد الخرزة دي، هتسيبي من بعد اللي احنا شبكنا فيها دي، هتسيبي هتعديها تبقى واحد اتنين تلاتة وتشبكي في التالتة، يعني هنسيب دي هتبقى واحد اتنين وهنشبك في التالتة، هنعمل 30 حلقة او 30 خرزة ونشبكها هنا، والناحية التانية هتبقى هنا. احنا بس شرحنا فكرة التشبيك بقى، العقاد دي بترجع لك ومقاساتها ترجع لك وطولها يرجع لك. خلينا بقى في المهم اللي هو تشبيك الجزء المعدن. انا هبتدي بقى اعمل الجزء بتاع السلسلة اللي بيشبك في الرقبة. انا هجيب سلسلة عندي اهي ذهبي، هختار طول مثلا، يعني يكون طول مناسب، ممكن تكون مثلا كل ناحية 8 سنتي او حاجة كده، هدخل زي ما انتوا شايفين، هدخل في النص، مش احنا هنا عملنا 3 غرز، واحد اتنين تلاتة، انا هدخل في الغرزة اللي في النص في هنا، هسقط السلسلة بتاعتي كده، وبعدين خلينا نعملها من فوق عشان تبين، هسقط السلسلة بتاعتي في الفتحة دي، وبعدين هاجي كده اخد الجزء بتاع السلسلة اقصره، يبقى فيه جزء قصير وجزء طويل بالشكل ديت، وبعدين هجيب
حلقة. حلقة من الحلقات اللي هي زي دي بس المقاس صغير. هدخلها في طرف السلسلة من هنا واشبكها في جزء من هنا. طبعا اختاري سلسلة تكون قوية شوية علشان ما تتقطعش معاكي وهي بتتلبس او هي بتستخدميها في اللبس كده. هندخل من هنا ونطلعها كده اهي. نقفلها في اي سلسلة من الناحية التانية بالشكل ده ونقفل الحلقة الكبيرة دي. شيء بس عشان صغيرة فانا مش ملكاها. بالشكل ده كده احنا قفلنا السلسلة على الجزء ديت. هنعمل نفس الحكاية في الجزء الثاني. هنجيب السلسلة بتاعتنا وندخلها هنا في الخرزة او العقدة التانية وهندخل الحلقة بتاعتنا الكبيرة شوية في السلسلة وبعد كده نيجي نختار اي مكان هنا نقفل فيه الجزء التاني ونروح قافلين الحلقة بالشكل ديت. وهنيجي هنا نركب القفل. ادي القفل بتاعنا. هندخل فيه الحلقة وندخله في السلسلة في اي مكان بقى على حسب طبعا المقاسات اللي احنا عايزينها بالشكل ديت. اختاري قفل يكون جامد واختاري سلسلة تكون جامدة عشان ما تقطعش في اللبس. وبعدين اهو بقى عندنا جاهز كده. كده انا اقدر اتحكم في الطول بتاعي. اقفلها على الاخر اقفلها شوية اهي. مثلا هنا كده انا قفلت اهو على الرقبة. ممكن تجيبي سلسلة اتخن يعني انا اسفة طبعا ما لقيتش سلسلة حلقتها اكبر استخدمت المتاح. انا بشرح لك في الاخر فكرة. فهاتي سلسلة اتخن علشان المحبس ده يدخل في كل الفتحات بتاعتها. يعني هنا المحبس بتاعي مش داخل في الفتحات عشان ضيقه والمحبس كبير. يا يعني اما تجيبي محبس رفيع يبقى داخل في كل الفتحات بحيث ان انا عايزه اضيق اوسع. انا بس شرحت لكم الفكره وكده. طبعا انا عملت دي الاول قبل ما اكمل الباقي لان انا عايزه احطهم على المانيكان وابتدي اشتغل. فانا عشان اقدر اقفل فانا اشتغلت الجزء ده الاول. هنيجي بقى للجزء بتاع الشراشيب اللي على الكتاف دي. في كده في الصورة الاصلية في شراشيب نازلة من الكتاف. احنا عشان نعملها هذه الضلع اللي احنا اشتغلناه المفروض ان هي هتبقى كده كده. ده على الرقبة وده ماشي على الكتف وده متني كده على الكتاف. فهنيجي عند الهمن دولت. هنيجي عند اول خرزة من تحت هندخل فيها خيط اهو وهناخد احنا دخلنا كده. هنسيب دي مش هنشتغل فيها. هنشتغل في الطرف الاولاني اللي احنا طلعناه من هنا. هندخل فيها 18 خرزة. احنا هنا كده خلاص احنا دخلنا في اول
الخرزه دي، دخلنا فيها طرفين خيط، طرف الخيط التاني هو انا ماسكاه، طرف الخيط الاولاني دخلت فيه 18 خرز. هفوت دي اول خرزه من تحت وادخل بالخيط بتاعي بالعكس في تاني خرز علشان اقفل الخرزه دي ما يطلعش الخيط منها، وبعدين هكمل مشي جوه الخرز لحد ما اوصل للناحية التانية. اول خيط يخلص معايا اهو، انا مكملة بالشكل ده اهو، بمشي جوه الخرز بالعكس بعد ما عديت اول واحدة. اول واحدة هي اللي خلتني خلت الخيط بتاعي ما يطلعش من مكان اهو. طبعا دي ممكن نعمل في كده، عندي حلين ان انا اكمل للاخر، طبعا ما شدش اسيبها ملخية عشان تبقى مهدلة كده شوية. عندي حلين، يا اما اكمل للاخر واطلع من الناحية دي من الخرزة دي اللي انا دخلت فيها اصلا بطرف الخيط واعقد، يا اما هاجي هنا اهو بطرف الخيط ده هروح عاملة كده، هعقد عقدة هنا كده في الخيط على الخيط نفسه على الخيط الاساسي بتاعي كده اهو، وعقدة تاني كده، وهكمل عشان اخفي العقدة دي كده، وهقص الخيط بتاعي زيادة طبعا اأمنها اكتر، واعمل عقد كذا عقدة في كذا مكان طول ما انا ماشية ممكن اعمل عقد. وكده انا عملت اول شرشوبة او اول بتاع. طيب طرف الخيط التاني اللي انا كنت ماسكاه اللي انا مخرجاه من نفس الخرزة هحط فيه 18 خرزة. ادينا هنا في الفردة التانية من الخيط دخلت 18 خرزة، هنزل الخرزة الاولانية من تحت واجي في الخرزة اللي بعدها ادخل الخيط بتاعي اهي، دي خلاص انا مش محسوبة اهي كده انا سقطتها، دخلت في الخرزة التانية من تحت طرف الخيط بتاعي بالشكل ده، همشي بيه جوه كام خرزة كده، وبعدين اعمل عقدة الف الخيط بتاعي على الخيط الاساسي واعمل عقدة بالشكل ده، ممكن اعمل عليها عقدة تانية كده، بالشكل ده والعقدة دي همشي بيها كمان كام خرزة عشان اخبيها في وسط الخرز. ممكن اعمل الحركة دي تاني ان انا الف واعمل عقدة تاني عشان اأمن ان الخيط بتاعي ما يتفكش اهو، عقدة وعقدة تاني، وامشي بطرف الخيط بتاعي بين الخرز او جوه الخرز علشان اخفي العقدة بالشكل ده، وهقص الخيط الزيادة بتاعي كده. انا عملت الشراشيب اللي في اول خالص اهي، هكمل بنفس الطريقة هقص خيط وهدخل هسيب بقى انا اهو انا واقفة هنا، انا دخلت الخيط بتاعي في اول خرزة هعدها، ادي واحد دي اول واحدة خلاص انا سبتها، من بعدها هعد واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابعة، وادخل في الرابعة بالشكل ده. ادي برضو نفس الحكاية، ادي الخيط خرجته من الخرزة من ناحيتين، هدخل في الطرف ده 18 خرزة واعمل نفس اللي عملته هنا، اوقع خرزة اللي من تحت وادخل بالعكس في بقية الخرز واعمل عقد بتاعتي، واعمل الطرف التاني بنفس الحكاية، وبعدين هعد اربعة، هعد
واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابعة، هنا واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابعة، واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابعة، واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابعة اللي هي هتبقى اخر الصف بتاعي. هلاقي كل الشراشيب نازلة بالشكل ديت كده. احنا خلاص خلصنا، ركبنا الشراشيب في الجنبين، وادي الجنب التاني. في بقى تركية كده، طبعا انا يعني قعدت عملت سرشت على الموديل ده على الفيس وعلى مواقع كتير علشان احاول اوصل لشكله من جميع الاتجاهات، فلقيت ان هما قافلين هنا، حتى باين في الصورة اللي منتشرة للموديل قافلين هنا في الجزء ده بسلسلة علشان تبقى تحت الباط، يعني تتقفل بيها الباط علشان لو هو قاعد كده هيتزحلق من على الكتاف، فهم بيقفلوه بسلسله من تحت الباط. طبعا انا معلش يعني ما عنديش سلاسل للاسف نفس اللون الذهبي، فانا يعني اتصرفت وعملتها سلسله فضي. انا بس بشرح فكره مش اكتر، ده بعد ما اخلصه هفكه اصلا واستخدم الخرز في حاجه تانية، لان انا مش بس يعني مش بشتغل في الموديلات دي، انا بشتغل في الشنط فانا مش محتاجاه، فانا بس بشرح لكم الفكره مش اكتر. زي ما عملنا في الرقبة هنعمل في الجناب دي، هنركب سلسلة بالشكل ده، هندخل جزء من السلسلة كده، الحلقة هندخلها هنا وندخلها في أي جزء هنا من السلسلة ونقفل. ده يد اللي فيه القفل، وبعدين هنعمل الناحية التانية نفس الحكاية. هندخل بقى سلسلة من غير قفل بالشكل ده ونقفل بنفس الطريقة. الحلقة بتاعتنا اهي، هندخلها في جزء من السلسلة دي اهو، ونقفل السلسلة كمان بتاعتنا هنا. طبعا ياريت السلاسل بتاعتنا دي تكون جامدة علشان مع الحركة ما تتقطعش. اهي بالشكل ديت، بعد ما بتتلبس بتروح دي تنزل تحت الباط وتتقفل تتضيق على حسب ما انا عايزه بالشكل ده. هركب الناحية التانية كده. احنا خلصنا الموديل بتاعنا، هو ليه كمان صورة على النت وهو متصور كده مضموم بالشكل ديت، بيوريكوا شكله النهائي. انا هصوره على المانيكان وهوريكوا صورته النهائية. اتمنى ان هو يكون موديل سهل وخفيف، واتمنى ان انتوا تقدروا تنفذوه بسهولة، ولو في حد عنده اي استفسار يبعت لنا في الكومنتات بتاعت الصفحة او في القناة، واتمنى ان مفعلش زر الجرس يفعل زر الجرس ويشترك معنا في القناة، وياريت تدونا ارائكم في شغلنا، لان ارائكم هي اللي بتساعدنا على ان احنا نستمر ونتشجع. والطالب اي موديل تاني ياريت يبعت لنا صورته على الصفحة بتاعتنا M&S for Crochet. اشوفكم في فيديو قريب باذن الله.